السلام عليكم خوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي معك واحد شوية ديال الدجاج اليوم، دجاج طوسي بواحد الطريقين فيها تعجبكم. ها أنا عندي الزيت والبهون والزبدة ديال الدجاجة، الدجاجة طوسية محيدة ليها الجبدة، خيط زوبة محكوكة، بصلة محكوكة، مطيشة محكوكة. وبيا معمر خيط زوب ومطيشة ما كيجيو مع الدجاج. أنا غنقولك جربيها وحكمي عليا، خيط زوبة وحدة، مطيشة وحدة، بصلة وحدة. هنا كاينة الضامة ديال الزعفران، كاين التومة، كاين السمنة. هذه التومة، هنا كاين الملحة، هادي الملحة، البزار، الكركم، الكجبير. هذا هو الطيب، هانتوما تشوفوا ما شاء الله من بعد. دابا غادي ندير الرز اللي مرافق لهاد الدجاج. عندي زلافة هاهي، هاهي زلافة صغيرة، هاهي دي نهارة أربعة ديال 250 غرام. شوية ديال الضامة البنة، غير شوية، شوية ديال البزار، مكتروش، شوية ديال الملحة، شويه الزيت، نحمرو هاديك الزيت شويه شي دقايق ولا كذا يتحمر صافي، وغادي نروي عليه.
غادي بزاف ديال الرز غندير ليه جوج زيت ديال الماء. ما زيت فتش عمرش هذاك الرز بالميزان شحال يجي فيه 250 غرام. دابا غادي نخليه حتى يغلى غير طلع الغلية غادي نقص من طلع الغلية غادي نقص من هذا من البوطة نخليها طيب هي على خطر. إذا بغيت تقيس عليه وتفايت البوطا غادي نخليه حتى تطلع فيه وخليه وغادي نقطعيه ونخليه يطيب على خاطر العافية العافية غير شميعة. هاهو ديما هاد هاهو طاب هذه الدغمه ديال الخبز و البصله ما فيهاش كتشاف فيها ما كنعرفش واش كتشاف فيها. Видим, давай, окей.
Я ещё иду. Всё, мы إذا أبين زين ولكن ما شاء الله أكتبي نسوها وقت هذا هم الرويزش هم الجيج الخبيز روج بنين 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 بزاف الدجاج كتاكل ديك الدغميره ما عرفتش كتاكلوش بصله ما كاينش خيز عمركم ما شفتوا ما خيزو كيدير مع الدجاج فوق السلام عليكم اخوتي ورحمه الله تعالى وبركاته تاكلوا تعاودوا بطات عمركم وصحيحتكم الله يحفظ لكم وليداتكم الله يوفقكم في حياتكم والله يعطيكم الصحه والسلامه ولهنا عاونوني اخوتي ولا استعذوني الله يعطيكم صحيحتكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله عندي واحد الشريطه جديده مع ذاك الغدا شريطه بارده راح اسخن
خمسين شطو يخبر من يوصل هذا خلصي هذه الشياطين زيادة عليك مع ذاك الغداء باش نكمل بها الغداء صافي يلا السلام عليكم الساعة آخر وشكرا لكم على الملاحظة وشكرا لكم على كل شيء وكنسألكم الدعاء دعوا معايا ويسأل الله يسر لي هاد الأمور هذه أنا غدا فيها وعاونوني يا خوتي عاونوني ما حسني أنا والو من غيركم نتوما واخا ما عرفتش ندير إلا ما كنتش معاونيني راه ما كاين والو والله سبحانه وتعالى يهدي عليا القلوب القاسية والعباد العاصية ويهدي شي على شي يا رب العالمين والسلام عليكم خوتي ورحمة الله تعالى وبركاته.